باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 27 من شهر مصر. شهادة القديسين بنيامين وأخته أودوكسية. تقرأ فصول اليوم 23 من شهر برمودة، وهي مرتبة على شهادة القديس العظيم ماري جرجس الروماني. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من المنسحقي القلب والمتواضعين بالروح يخلصه. الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. أرسلكم كخراف في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتقدمون أمام ملوك وولاة من أجل شهادة لهم وللأمام. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت،
ويسلم الأب ولده ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص والمجد لله إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه
لأن من يخزى أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن الإنسان أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته القديسين، وكان يقول لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القيام هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومية، بركته علينا آمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعلوا كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا، فمن يقدر على مقاومتنا الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. فإذ قد تألب المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين،
الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الأبد، آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا، آمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان رجلان يبلبلان مدينتنا لأنهما يهوديان، ويناديان لنا بعوائد أخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجمع عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي. فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما، فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هاهنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي، ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقالا: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون.
وأدخلهما في بيته وقدما لهما مائدة وتهللا مع جميع بيته إذ قد آمنا بالله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عينا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا. أمين. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه. هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. وشعرة من رؤوسكم لا تهلك بصبركم تقتنون أنفسكم.
والمجد لله.